السلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب في البداية بالحضور الكريم الإخوان الصحفيين والسادة رؤساء المصالح الحاضرين معنا، السيد ممثل المندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل، السيد ممثل مصالح الشرطة بالمنطقة، السيد ممثل القيادة الإقليمية للدرك الملكي، السيد كذلك ممثل المجلس البلدي لأيتم لود. ونرحب كذلك بالإخوان الصحفيين الإعلاميين الذين حضروا معنا وكافة الجمعويين الذين حضروا في هذا اللقاء وهذه الندوة الصحفية. المعطيات المتوفرة هو أن الندوة الصحفية التي نظمت اليوم جاءت نتاجا أو مسبقا لليوم الوطني للسلام والترقية الذي يعرف الجميع على أنه ينظم في 18 فبراير من كل سنة. تم تنظيم هذا النشاط خلال السنة الماضية وفعلا حقق نجاحا كبيرا بطبيعة الحال بفضل الشركاء وبفضل الجمعيات التي حضرت معنا وشاركت معنا وبفضل كذلك الشركاء الذين شاركوا معنا في تنظيم هذا اللقاء التحسيسي والتوعوي الذي نظمته مؤسستنا. وكما ترون هناك مجموعة من الصور على مستوى الشاشة وكذلك على مستوى الصور المعروضة، هناك لمحة بسيطة حول كنشكر الإخوة اللي حضروا معنا وغادي نعطي الكلمة الآن للسيد ممثل المجلس البلدي فليتفضل مشكورا. شكرا أخ مصطفى واللي هو في نفس الوقت المدير ديال المؤسسة ديال الحاج الكبير، مشكورين كيعود عليهم المشاركة في النقاش حول السلامات الترقية، وكذلك نشكر الحضور الكريم فاعلين جمعويين ورؤساء جمعيات وحضور الصحافة كذلك وبطبيعة الحال تجربة أولى وكانت رائدة وحماد بالخصوص تلاميذ المؤسسة، هذا بطبيعة الحال راه دور مهم بالنسبة للمؤسسة التوعية خصوصا الطفل. بطبيعة الحال احنا متجندين كاملين لنجاح مثل هذه التظاهرات كيفما كانت. السلامة الطرقية هنا بلاد الطرقية بما أن من تواجد مؤسسة تعليمية، أنا أتحدث عن ما يخص يعني المحيط وما يخص المدرسة والتعليم. السؤال الآخر كنعرفوا أن الإعلام له دور كبير كشريك، علاش أن هذه المؤسسة يعني الشركة بتنفتح على الإعلام كنافذة أو كقنطرة لتحسيس التلاميذ والطلبة بس يعني نعطوهم سلوكيات تفسير يعني حق النظام إلى غير ذلك، وعلاش كيتفرغوا من الإعلام ما يحاولوا أنهم أيضا يديروا ندوات ويديروا لقاءات ويكونوا يوظفوا الإعلام لأن الإعلام له دور كبير. سؤال آخر، ظاهرة بعض الظواهر كتنخر يعني المدارس، هذه الظواهر من كيبان ولمن همش ما كيش بان لنا. مرحيم عضو لجنة المجلس البلدي وعضو لجنة السير والجولان بالجامعة. بالنسبة للجامعة الحضرية في التصور ديالها يعني في التنقلات الحضرية والسلامة الطرقية ديال مدينة عيد ملول يعني شملت واحد العدد ديال المجالات، منها الطرق يعني تحديث الطرق في الوسط الحضري وبناء قناطر يعني بشراكة مع وزارة التجهيز مع المجلس الإقليمي مع جامعات أخرى. أنا كنعرفوا بأن الجامعة ديال عيد ملول كتشارك يعني في التقاسيم الترابية مع جامعات أخرى محادية، هذا كيطلب يعني شراكات بين هاد المتدخلين اللي شرت لهم. كاينه القنطره الاولى اللي غادي دار من جهه المحميه، كاينه القنطره الثانيه اللي غادي دار من جهه انسكان ايت ملول جهه سيدي ميمون قصب الطار في الاتجاه ديال انسكان، وكذلك تاهيل الطريق ديال سيدي ميمون، وكذلك تم مؤخرا افتتاح الطريق الدائري التي تشمل تهمو الى اتجاه انسكان، وهذا راجع المجهودات اللي كيقوم بها المجلس يعني والاهتمام ديالو في هذا المجال
وكذلك في بالنسبة للتشوير الطرقي تم إنشاء واحد العدد ديال يعني الأضواء الثلاثية، عدد من الملتقيات اللي كانت كتعرف واحد الحدة والاقتضاد في السير ديال السيارات العموم هنا، وكذلك عدد من يعني دي بانو ديال التشوير يعني واحد العدد ديال المجالات، منها اللي كتخص تلاميذ ديال المؤسسات التعليميه، منها اللي كتخص تحديد ديال السرعه، منها اللي كتخص المراقبه بالرادار، منها اللي كتخص كذلك المنع ديال المرور، وكذلك يعني المنع ديال المرور يعني الشاحنات كذلك في عدد من الاحياء. هناك واحد الدراسه قانونيه يعني بالنسبه للقرارات اللي كذلك تسهر على التنفيذ ديالها المديريه العامه للامن الوطني، وبخصوص المركز المنطقه ديال ايت ملول اللي كذلك يقوم بواحد العدد ديال المجهودات في هذا الاطار. وان شاء الله كنتمناو في العاجل القريب يتم افتتاح ديال يعني المركز يعني او لا يعني البنايه الجديده ديال المديريه الامن الوطني اللي غادي تحدد في ايت ملول، وغادي تولى يعني انه تسير ديال 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 منطقه الامن غادي تضم بعض الجامعات المحاديه ديال ايت ملول. هذا هو الخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بوراس، نائب رئيس الجمعيه المهنيه لارباب مؤسسه تعليم السير وقانون السير بولايه اكادير الكبرى. بالنسبه لهذا اليوم اللي هذه الندوه الصحفيه اللي دازت اليوم عند في هذه المؤسسه الجميله ديال الحاج الحبيب، بصراحه الله الا كتفرحني انا بعدا، ودخلت لي وردتني لواحد الايام اللي كنت انا كندير فيها سميتو الدورات التحسيسيه في جميع المؤسسات التعليميه باكادير وعيت ملول وعين زكان، وهذا عجبني بزاف. وبالنسبه لنا حنا كأرباب مؤسسه التعليم السياقه، راه حنا مستعدين باش نأديو الواجب ديالنا كمواطنين وكمهنيين، ومستعدين باش نعاونوا هاد التلاميذ هادو ونساعدهم على باش نفهموهم اشنا هي هاد المعضله ديال حوادث السير، وشنو هما المخلفات ديالها والترسبات وحتى الوقت وحتى الضياع ديال الحياه ديالهم كيفاش سميتو. بالنسبه لنا حنا راه انا عطيت سميتو الخطوط العريضه المؤسسة التعليم السياقة والدور ديالها اللي كينحصر غير في التعليم، ماشي تينحصر في التكوين المستمر ولا شي حاجة، كينحصر غير في التعليم، والتعليم ديال كومون باسي ليكزامان غير باش ندوزو لي زيكزامان، وتنحمل العنصر البشري كامل المسؤولية، لأنه هو أصلا اللي خصو يكون تيخاف على صحته هي الاولى، وكيخاف على عائلته وعلى وليداته وعلى الناس اخرين، لانه هو اللي تيكون مسؤول ملي تيكون سائق السياره ولا الموتور ولا بيكالا ولا كذا، هو اللي تيكون مسؤول على راسه، لانه ما تيكونش مسؤول عليه شي واحد عنده كان تعلم ولا شي واحد ولا لا فيزيت تكنيك ولا البوليسي ولا جدارمي ولا كذا، حتى واحد من هادو ما تيكون مسؤول. اذا الندوه الصحفيه جاءت في اطار المبادره الوطنيه اللي هي مشروع السلامه الطرقيه الذي ينظم في 18 فبراير من كل سنه. هذه السنه ارتئينا ان نضيف قيمه اضافيه لهذا المشروع التربوي والعمل الوطني اللي هو السلامه الطرقيه عن طريق احداث ندوه صحفيه مسبقه للمشروع، من اجل اعتماد مجموعه من الشركاء لانجاح هذه التظاهره خلال ان شاء الله 18 فبراير 2015. وفي هذا الاطار تمت مشاركه فعلا مجموعه من المصالح او رؤساء المصالح الخارجيه، رفقه كذلك مجموعه من الجمعويين ومجموعه من الصحفيين، وكذلك الاخوان الذين يتابعون هذا المشروع السلامه الطرقيه بالمدينه. حاولنا اذا كذلك ان ننفتح على جميع المؤسسات بغيه الرفع من جوده هذا المشروع التربوي، وكذلك من اجل كذلك ترسيخ مبادئ السلامه الطرقيه في صفوف تلاميذ داخل المؤسسة التعليمية عندنا أو داخل المؤسسة التعليمية بالمدينة. والمشروع هو مشروع وطني، نأمل على أن ينجح هذه السنة، وشكرا للجريدة التي غطت لنا هذا الحدث، وشكرا لكم.